انطلاقا من الجمعه اللي فاتت تعرفت على اللعبه نتاعنا، لعبه اختص في الكاش. اليوم عندنا زوز مجموعات، مجموعه سي هشام. مرحبا سي هشام. سي هشام، قدم لنا المجموعه اللي معاك. سي صالح بن حليمه، رامي الشرفي، ووليد الشريف. وليد الشريف، دونك سي هشام انت قيم عام. جبت معاك اصحابك. شكون اللي باش يختص؟ عملتوا الاختيار نتاعكم ولا ليه؟ نورمالمون. شكون؟ وليد. وليد، دونك وليد هو اللي باش يختص. باهي، معناتها اموره واضحه. وفاء، مرحبا بك. مرحبا. قدم لنا المجموعه اللي معاك. سنة قاسم. بيا سها صديقتي، بيا بركيت، وشريفه جعفري. باهي، دونك فاهمين قانون اللعبه مليح. يلزم اليوم مجموعه واحده هي اللي باش تترشح، وانتم ما نعرفش اذا كان اخترتوا ما بيناتكم البنات شكون باش يختص في الكاش ولا ليه. نعم. انت لا، قائده المجموعه هي اللي باش تختص في الكاش. محضره استراتيجيه، تقنيه؟ خليها على الله. خليها على الله. باهي، القانون نتاع اللعبه سهل برشا. عندنا لهنا دبوزه، باش نسال سؤال، واللي باش يخطف الدبوزه الاولى هو اللي باش يجاوب في 5 ثواني. مثلا باش نعطي مثال، باش نقول مثلا ثلاثة حاجات نلقاهم في الفريجيدير، اللي باش يخطف الاول هو اللي باش يجاوب. نقول توب كرونو 5 ثواني، تجاوب ثلاثة حاجات. إذا كان جاوبت حاجتين كهو، إذا جاوبت حاجات غلطة النقاط يمشوا للفريق المقابل. داكوردو؟ واضح؟ أي سيدي، سمي ولنا ثلاثة حاجات يتشربوا وما همش ماء. توب كرونو. زوز جو دورانج ليبول. إجابة صحيحة، برافو. سمي ولنا ألوان ماهيش موجودة في قوس قزح. أبيض، أسود. اثنين بلاش. المارون. مارون. السؤال الموالي هو السؤال الحاسم. يا اما انتم تقربوا يا اما انتم تربحوا. يا اما انتم تقربوا يا اما انتم تربحوا. ركزوا مليح، وانتم راهو عندكم كل الوقت باش ترجعوا في الطرح. سميوا لنا اسامي ثلاثة بنات اساميهم تبدا بحرف السين. سمية، سيرين، سوسن. برافو عليك. يا اما تربحوا يا اما تعدلوا. دونك السؤال هذا مهم على الاخر. سمي ولنا ثلاثة أسامي على وزن ماعون. توب كرونو. صابون، كمون، مشموم. غلط، مشموم بالميم. دونك المجموعة النسائية هي المجموعة اللي ربحت. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. بعد شوية وفاء أنت اللي باش تختص في الكاش، دونك تبقاو انتم للدعم والتشجيع. شكرا للولاد، يعطيكم الصحة، بالتوفيق. كانت هذه لعبة اختص في الكاش. تحب تشارك في لعبة اختص في الكاش وتحضر في برنامج فكرة سامي الفهري انت وعائلتك؟ ابعث اس ام اس في حرف سي على الرقم 85 810. 85 810. إذا كان تحب تكون كيما وفاء، ابعث اس ام اس سي على 85 810، اختص في الكاش. واليوم وفاء شنو الجو عندك؟ والله تحفون، شوية رطوبة الفوق شوية رطوبة. فما الخير اللوطة؟ إن شاء الله، إن شاء الله ما نقدروا. إيش تعمل في الدنيا أنت؟ عندي دي كلوب دو شون الأطفال، نعلم الغناء في مدرسة خاصة، راني شوية في بعض المهرجانات. نتصور أحلى مهرجان. مهرجان الفلوس. مهرجان الفلوس، والفلوس كاش هنا. ان شاء الله. تراش تنجم تغنينا هكا وانا معلقه على وحي اللحظه؟ بون، انا عيطوا لي فيروز نابل في نابل. فيروز نابل؟ اي نغني فيروز. يلا. قداش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشت الدنيا ويحملوا شمسي وانا بقيام الصحو ما حدا نطرني. قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشت الدنيا ويا حملوا شمسي وانا بقيام الصحو ما حدا نطرني. صار لي
عمت في الغناء. خليك تغني على الاخر. عمت في الغناء. دونك المبدا واضح. ركز مليح. عندنا دقيقتين باش نكملوا المهمه نتاعنا الكل، باش نغطسوا مليح، نغرفوا، نطلعوا لفوق باش تصير فما شويه اضطرابات جويه لفوق باش نلاحظهم. ومن بعد نجيو لهنا باش نحسبوا كان اللي اللوطه، كان اللي هنا اللي في الاجناب وكله باش يطير. داكوردو؟ انتم نعمل عليكم للتشجيع. راي اللعبه هذه لعبه معنويات وتشجيع بالاساس. حتلموا النقطه. واضح؟ يلا. هذه وفاء في لعبة الكاش بتاعنا توب كرونو. يلا وفاء. نحيو الزيت. ايه الزيت اللي برا؟ نحيو الزيت. هذا ملكك. تصفيق على وفاء. وفاء كيفاش كانت التجربة؟ حلو برشا. نحب لي زافونتور انا بطبعي. عندي شويه دراك بون من العطل بون فوبي. اما لاباس كي تشوف الفلوس ما عادش تشوف. قداش قداش تتصورهم هذوما؟ والله ضعيفه على الاخر في الحساب. قداش يعملوا؟ الميكرو ميكرو ميكرو 8 10 لا ميم با. لا عسير نمشيو لتركيا الاربعه وكا عليه. عندهم برنامجهم ولا لا؟ موسيقى. موسيقى؟ الكل في الموسيقى 100%؟ ان شاء الله. الكل في الموسيقى. دونك وفاء يعطيك الصحة. عايش. ان شاء الله يا ربي يمشيو في الصلاح. انت بالاساس باش تمشيهم في الموسيقى. ان شاء الله. انتم زادة معناتها كان تحبوا تكونوا كيما وفاء سهل برشا، تبعثوا اس ام اس على 85810 سي 85810. اللعبة هذه تكون بإشراف عادل المنفذ، بعد شوية باش يحسب المبلغ هذايا. والمبلغ توا باش يظهر على الشاشه قداش ربحت. وان شاء الله يا ربي يوفقك وربي ينجحك في المشوار نتاعك. كيف كيف البنات يعطيكم الصحه. نورتونا شرفتونا. تصفيق على البيت باللي شجعوكم ليحة. شجعوني. واضح. دونك يعطيكم الصحه. شكرا لكم. كانت هذه لعبه اختص في الكاش.